فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين، وأنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، لأحاديث ورد في ذلك ولما أشار الله إليه سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. فأوجب الله جماعة في حال الخوف، فإذا أوجبها في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى وأحرى.